باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. قراءات اليوم 23 من شهر بؤونا. نياحة القديس أبا نوبة المعترف. تقرأ فصول اليوم 22 من شهر طوبة، وهي مرتبة على نياحة القديس الأنبا أنطونيوس أبي الرهبان وكوكب البرية. إنجيل عشية. قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا القديس متى البشير التلميذ الطاهر بركاته. مزامير أبينا داود النبي بركته علينا أمين. افرحوا أيها الصديقون بالرب وتهللوا. للمستقيمين ينبغي التسبيح، من أجل هذا يبتهل إليك كل القديسين في أوان مستقيم. باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما إلى الأبد آمين. وكأنما إنسان مسافر دعا عبيده وسلمهم أموالا، فأعطى واحدا 5 وزنات وآخر وزنتين وآخر وزنا، كل واحد على قدر طاقته وسافر. فمضى الذي أخذ 5 وزنات وتاجرا بها فربحا 5 أخر، وهكذا أيضا الذي أخذ 2 ربح 2 أخريين، وأما الذي أخذ 1 فمضى وحفر في الأرض وأخفى فضة سيده. وبعد زمان طويل جاء سيد أولئك العبيد وحاسبهم، فجاء الذي أخذ 5 وزنات وقدم 5 وزنات أخر قائلا: يا سيدي، 5 وزنات أعطيتني
هو ذا خمس وزنات أخر ربحتها. فقال له سيده: حسنا أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، أدخل إلى فرحي سيدك. ثم جاء الذي أخذ الوزنتين وقال: يا سيدي، وزنتين سلمتني، هو ذا وزنتان أخريان ربحتهما. قال له سيده: نعم من أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، أدخل إلى فرحي سيديك، والمجد لله إنجيل باكر. قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا القديس لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميع عنا من مزامير أبينا داود النبي، بركته علينا أمين. ابتهجوا أيها الصديقون بالرب، للمستقيمين ينبغي التسبيح، طوبى للأمة التي الرب هو إلهها، والشعب الذي اختاره ميراثا له. الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما إلى الأبد آمين. وإذ كانوا يسمعون هذا عاد فقال مثلا، لأنه كان قريبا من أورشليم، وكانوا يظنون
أن ملكوت الله عتيد أن يظهر في الحال. فقال: كان إنسان شريف الجنس قد ذهب إلى كورة بعيدة ليأخذ ملكا لنفسه ويرجع، فدعا عشرة عبيد له وأعطاهم عشرة أمناء قائلا لهم: تاجروا في هذه حتى آتي. وأما أهل مدينته فكانوا يبغضونه، فأرسلوا وراءه سفارة قائلين: لا نريد أن هذا يملك علينا. ولما رجعا بعدما أخذ الملك قال أن يدعى إليه العبيد الذين أعطاهم الفضة ليعلما بما تاجر كل واحد. فجاء الأول قائلا: يا سيدي، مناك ربح عشرة أمناء. فقال له: نعما أيها العبد الصالح، لأنك كنت أمينا في القليل، فليكن لك سلطان على عشر مدن. ثم جاء الثاني قائلا: يا سيدي، مناك قد ربحا خمسة أمناء. فقال لهذا أيضا: وكن أنت على خمس مدن. والمجد لله دائما. البولس فصل من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى كنيسة فيلبي، بركته علينا آمين. فإن وطنيتنا نحن هي في السماوات، ومن هناك ننتظر مخلصنا ربنا يسوع المسيح، هذا الذي سيغير جسد تواضعنا ليكون مشاركا لصورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء. إذن يا إخوتي الأحباء والمحبوبين، يا فرحي وإكليلي، أثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء. أطلبوا إلى أفودية وأطلبوا إلى سنتيخي أن تفتكرا في هذا بعينه في الرب. نعم، أسألك أنت أيضا أيها المختار شريكي، ساعدهما هاتين اللتين جاهدتا معي في الإنجيل مع إكليمندوس أيضا وباقي العاملين معي الذين أسماؤهم مكتوبة في سفر الحياة. افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا، ليظهر حلمكم لجميع الناس. الرب قريب، لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر، لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. أخيرا يا إخوتي، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل شيء بمحبة، كل شيء بحسن صيت، ما فيه فضيلة أو ما فيه كرامة، ففي هذه افتكروا. هذه هي التي تعلمتموها وتسلمتموها وسمعتموها ونظرتموها في، فهذه افعلوها. وإله السلام يكون معكم. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا
آمين. الكاثوليكون، فصل من رسالة معلمنا القديس يعقوب الرسول، بركته علينا آمين. لا يئن بعضكم على بعض يا إخوتي لئلا تدانوا، هو ذا الديان واقف على الأبواب. خذوا لكم يا إخوتي مثال احتمال المشقات وطول أنات الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب. ها نحن نطوب الصابرين، قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، لأن الرب هو عظيم الرأفة جدا وهو طويل الأناة. وقبل كل شيء يا إخوتي، لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم آخر، وليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، لئلا تكونوا تحت الحكم. وإن كان واحد منكم قد ناله تعب فليصلي، والفرح القلب فليرتل، وإن كان واحد منكم مريضا فليدعو قسوس الكنيسة وليصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب، وصلاة الإيمان تخلص المريض والرب يقيمه، وإن كان قد عمل خطايا تغفر له. فاعترفوا بخطاياكم بعضكم لبعض، وصلوا بعضكم لأجل بعض لكيما تشفوا، وصلاة البار فيها قوة عظيمة فعالة. كان إيليا إنسانا تحت الآلام مثلنا، وصلى صلاة كي لا تمطر السماء، فلم تمطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر، وصلى أيضا فأعطت السماء المطر والأرض أنبتت ثمرها. يا إخوتي، إذا ضل واحد منكم عن سبيل الحق ورده واحد، فليعلم أن من يرد الخاطئ عن طريق ضلالته فإنه يخلص نفسه من الموت ويستر خطايا كثيرة. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين. أليبراكسيس، فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس، بركتهم علينا آمين. أما الذين تشتتوا من الضيق الذي حل على استفانوس، أتوا إلى فينيقية وقبرص وأنطاكية، وهم لا يكلمون أحدا بالكلمة إلا اليهود فقط، وكان منهم قوم قبرسيون وقيروانيون. هؤلاء الذين لما دخلوا أنطاكية كانوا يتكلمون مع اليونانيين كارزين بالرب يسوع، وكانت يد الرب معهم، فآمن جمع كثير ورجعوا إلى الرب. فبلغ القول عنهم إلى آذان الكنيسة التي في أورشليم، فأرسلوا برنابا إلى أنطاكية. هذا لما أتى ورأى نعمة الله فرح، وكان يعزي الجميع أن يثبتوا في الرب بعزم القلب، لأنه كان رجلا صالحا وممتلئا من الروح القدس والإيمان. فانضم إلى الرب جمع عظيم. ثم خرج إلى طرسوس ليطلب شاول، ولما وجده جاء به إلى أنطاكية، فحدث أنهما اجتمعا في الكنيسة 1 سنة كاملة وعلما جمعا كبيرا، وسمي التلاميذ الذين في أنطاكية أولا مسيحيين. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في كنيسة الله المقدسة. آمين. إنجيل القداس. قفوا
بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا القديس لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته. من مزامير أبينا داود النبي بركته علينا أمين. كثيرة هي أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب. والصديقون يفرحون ويتهللون أمام الله ويتنعمون بالسرور. الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما إلى الأبد آمين. لا تخف أيها القطيع الصغير، فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. بيعوا أمتعتكم وأعطوا صدقة، واصنعوا لكم أكياسا لا تبلى، كنزا في السماوات لا يفنى، حيث لا يدنو منه سارق ولا يفسده سوس. لأنه حيث كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا. لتكن أحقاؤكم ممنطقة ومصابيحكم موقدة، وأنتم أيضا تشبهون أناسا ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى إذا جاء وقرعا يفتحون له للوقت. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. الحق أقول لكم إنه يتمنطق ويتكئهم ويقوم فيخدمهم. وإذا جاء في الهزيع الثاني أو جاء في الهزيع الثالث ووجدهم يصنعون هكذا، فطوبى لأولئك العبيد. وهذا اعلموا أنه لو كان رب البيت يعلم في أي ساعة يأتي السارق لكان يسهر ولم يدع بيته ينقب.
فكونوا أنتم أيضا مستعدين، فإنه في ساعة لا تعرفونها يأتي ابن الإنسان. فقال بطرس: يا رب، ألنا قلت هذا المثل أم قلته للجميع؟ فقال الرب: من هو ترى الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. حقا أقول لكم إنه يقيمه على جميع أمواله. والمجد لله.